Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah Lebrick. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, patronized the opening ceremony of the first session of the sixth legislative term of the Shura and Representatives Council. Upon the arrival of His Majesty the King's motorcade to the Isa Cultural Center, accompanied by a group of police cavalry, he was received by the Shura Council Chairman Ali bin Saleh Al-Saleh and members of the Representatives Council Lulwa Armehi. The musical band played the royal anthem and His Majesty the King then proceeded to the conference hall at Isa Cultural Center. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم
يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. The ceremony began with a recitation of verses from the Holy Quran. His Majesty the King then delivered a speech on the occasion. بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، لنمضي قدما بعزيمة وطنية صادقة للمزيد من الإنجاز والعطاء، ليتسلم مجلسكم الموقر في استمرارية دستورية منتظمة أمانة العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني لخدمة البحرين العزيزة. ونحمد الله على تمام فضله بعودة الحياة لطبيعتها، ولنلتقي بكم جميعا على الخير والمحبة. وأنه لمن دواعي السرور أن نهنئ الإخوة والأخوات الذين حالفهم الفوز في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، وأن نشيد بالمستوى الحضاري والأداء المهني الرفيع الذي رافق كافة عمليات التصويت، ونخص بالشكر جميع من لبى نداء الواجب ومارس حقه في التصويت على أفضل وجه. ولقد أثبتت انتخابات البحرين الحرة بأن مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار لهي تجربة تمتاز باستقرارها وعراقتها. فمنذ أن شهدت بلادنا أول صيغة للانتخابات البلدية ناهزت 100 عام، وعملت منذ ذلك الحين على إثراء مسيرتها وتعزيز مؤسساتها الدستورية، نهوضاً بتجربتها الديمقراطية العامرة بالخير والنماء. الحضور الكريم
أن المسيرة الثرية لمجلسكم الوطني لهي مقبلة على مرحلة جديدة بأولويات فائقة الأهمية، نوجه فيها بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف، تلبية لتطلعات المواطنين الكرام وبما يرفع من سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام. وسيبقى هدف حماية الصالح العام وتعميق وحدتنا الوطنية هو شغلنا الشاغل، ونؤكد للجميع بأننا لن نسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ولن نعتمد من جانبنا إلا ما سينال توافق الجميع لتقف بلادنا بعون المولى وبعزم أبنائها وبناتها كالبنيان المرصوص في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة. وعلى هذه القاعدة الصلبة التي نستمد منها حصانة هويتنا الوطنية ننطلق معاً لتحديث وتطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته، وهو ما تتولاه الحكومة الموقرة بكل كفاءة واقتدار تحت إشراف ولي عهدنا الأمين ورئيس مجلس الوزراء الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يطيب لنا أن نبارك له جهوده وأن نشد على يده وهو يتولى مسؤولية إدارة العمل الحكومي في توقيت يمتاز بتحدياته العالمية والتي تتطلب عملاً مكثفاً يزيد من مرونة وسرعة الاستجابة لكل متطلب وطني. ونوجه في هذا الخصوص بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية. ونود بهذه المناسبة أن نشير إلى النجاحات الأخيرة لقطاع النفط والغاز والمتمثلة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، وأنه لإنجاز يبشر بالخير ويتسق مع دور القطاع في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية ورفع مستويات الرخاء الوطني العام. ولقد سبق وأن نوهنا أمام مجلسكم الموقر لأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، ونشدد في هذا الشأن على ضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة. ولا نقفل في هذا السياق أن نبدي ارتياحنا لما يبذل لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة العمليات الإدارية وتنمية الخبرات الوطنية وتنويع فرص العمل، وأننا لنفخر بأداء المرأة البحرينية وساماتها المؤثرة والجلية في النهضة الوطنية وبالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي ومستويات تقدمهم في الحياة العامة. ومن أبرز تلك الشواهد التعيينات الحكومية الأخيرة إلى جانب تفوقهم في العديد من المجالات التي نباركها لهم،
ونوجه بالمزيد من المبادرات النوعية التي ترفع من درجة العطاء الوطني. حضور الكريم، تواصل بلادنا في تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية، وصولاً لما نتطلع له من استقرار مستحق للمنطقة، تحقيقاً لآمال وتطلعات شعوبها وبمشاركة كافة الأطراف المعنية. وتستمر مساعينا من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية. ونجدد هنا دعوتنا الصادقة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين، وبما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين. كما تحرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغييرات المناخية، ونتابع بكل اهتمام ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، نعمل على مساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها. الإخوة والأخوات، لا يسعنا قبل الختام إلا أن نبارك كل إسهام وطني تستمد منه بلادنا رفعتها وريادتها، ونتوجه بامتناننا العميق لكل العاملين في ميادين الإنتاج والبناء، وعلى رأسهم حماة الوطن المخلصين في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، الذين نحييهم على تفانيهم ووقوفهم سداً منيعاً لحماية نسيجنا الوطني وتلاحم أسرتنا البحرينية الواحدة. وفي الختام، نكرر تمنياتنا لمجلسكم الموقر بمرحلة ناجحة ومتجددة من العطاء، تستند إلى المستخلص من التجربة وحصيلة الخبرة، تحقيقاً لتطلعاتنا معاً نحو المستقبل الواعد ومجتمعنا الآمن بما يتميز به من توافق وتآلف وتسامح وخلق رفيع والنابع من روح البحرين وجوهر ثرائها الحضاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، الكلمة الآن لمعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى. The Shura Council Chairman then delivered a speech in which he expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for patronizing the ceremony. He congratulated His Majesty on the success of the parliamentary and municipal elections, the national days, and the 23rd anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. As-Salih stressed that Bahrain witnessed qualitative transformations, remarkable achievement, and national successes, economic and urban growth, thanks to His Majesty's vision and aspirations. He expressed the legislative authority's pride in the support and directives of His Majesty to perform their legislative and oversight role and enhance cooperation and coordination with the government headed by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. He also affirmed support to the economic recovery plan, the fiscal balance program, and effective government initiatives which diversify sources of income, support the national economy. He also expressed pride in the sustainability of development sectors, especially the oil and gas sector, which witnessed the discovery of two new natural gas reservoirs. He stressed the legislative authority's keenness to update laws that support women's rights and expressed appreciation for the efforts of Her Royal Highness, the wife of His Majesty the King, President of the Supreme Council for Women, in support
support of advancing Bahraini women. He thanked His Majesty the King's representative for humanitarian work and youth affairs for making more youth achievements in all fields, and he said that His Majesty's humanitarian and comprehensive approach and initiatives highlighted Bahrain's role in supporting and consolidating the principles and values of peace, coexistence and tolerance. He affirmed that the legislative authority continues to showcase balanced Bahrain diplomacy by presenting visions and ideas that enhance international peace and security. He highlighted His Majesty's speech at the GCC summit and the importance of adhering to GCC leaders' decisions and the Al-Ula statement. He renewed the support of the legislative authority of the efforts aimed at achieving a comprehensive and just peace for the Palestinian cause and consolidating the rights of the Palestinian people to establish their independent state with East Jerusalem as its capital. He expressed appreciation and pride in the efforts and sacrifices of the members of the BDF, National Guard, the Ministry of Interior, and all security agencies in defending the country and preserving its gains. وما أكده شعب البحرين من مشاركة شعبية واسعة وروح وطنية عالية وممارسة ديمقراطية مسؤولة فهنيئا لشعبكم بكم يا صاحب الجلالة وهنيئا لكم بشعبكم كما نبارك لجلالتكم قرب حلول العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالتكم الميمون 23 داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية على جلالتكم بوافر الخير واليمن والبركات ويمدكم بطول العمر ويجعلكم ذخرا وسندا للوطن وقائدا حكيما لنهضته وازدهاره. صاحب الجلالة، خلال العقدين الماضيين شهدت مملكة البحرين تحولات نوعية وإنجازات مرموقة ونجاحات وطنية مشهودة ونموا اقتصاديا وعمرانيا ملموسا، وتعاظمت مكانة مملكة البحرين على جميع المستويات، وذلك بفضل الرؤى الملكية السامية والطموحات الرفيعة التي تحملونها جلالتكم رعاكم الله، والتي جعلت المملكة نموذجا حضاريا ورائدا في شتى المجالات. وإننا في السلطة التشريعية نعبر بإجلال كبير واعتزاز وفخر ممتدين بما نحظى به من دعم ومساندة من لدى المقام السامي لجلالتكم، وبتوجيهاتكم السديدة التي تعظم مسؤولياتنا وتفتح لنا مسارات واسعة لأداء الدور التشريعي والرقابي والعمل بعزيمة وطنية وإرادة حرة وتفعيل محكم للأسس والصلاحيات الدستورية. وننطلق من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في البناء على ما تحقق من رقي وازدهار على مدى التاريخ في وطننا المشرق، ونعمق مسافات التعاون البناء والتنسيق المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إذ أن سموه الكريم حرص على صوغ أطر حديثة وترسيخ مسارات جديدة في العمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تتجلى في أسمى معاني الإخلاص والتفاني والبذل والعطاء من أجل خدمة مملكة البحرين وتحقيق الغايات والطموحات الوطنية. صاحب الجلالة، إن الخطاب السامي لجلالتكم أيدكم الله يشكل خارطة طريق نحو غد مشرق واعد بإذن الله، وإن السلطة التشريعية انطلاقا من رؤى جلالتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السامية تؤكد المضي في ترسيخ القيم والمبادئ والثوابت الوطنية وصون النسيج الاجتماعي والإرث الحضاري والقيم النبيلة والهوية الوطنية الجامعة، وذلك باعتبارها منطلقات راسخة للعمل والعطاء من أجل تعظيم مصالح ومكتسبات الوطن والمواطنين.
وأننا في هذا المحفل الوطني نؤكد الدعم والمساندة التشريعية لخطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي والمبادرات الحكومية الفاعلة بقيادة سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في مساعي تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، وتعود بشكل إيجابي على المستويات المعيشية للأسر البحرينية وتوفير الحياة الكريمة لها، وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك وفق برامج الدعم المالي المتطورة والتي تحقق الأهداف والغايات المرجوة منها. ونعرب لجلالتكم رعاكم الله عن الفخر والاعتزاز باستدامة عمليات النهضة في مختلف قطاعات ومجالات التنمية، وخصوصا قطاع النفط والغاز الذي شهد اكتشاف مكمنين جديدين للغاز الطبيعي سيكون لهم الأثر المنشود في تعزيز الاستفادة والاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تزخر بها مملكة البحرين. صاحب الجلالة، إننا في السلطة التشريعية وتفعيلا لتوجيه جلالتكم أيدكم الله حرصنا على الاهتمام بتحديث القوانين الداعمة لحقوق المرأة، والتي ترى انعكاساتها المتعددة وإسهاماتها المحورية للمرأة البحرينية ودورها الأساسي في مسارات العمل الوطني وحصد المنجزات والنجاحات على المستويات المحلية والخارجية، حيث تحصد المرأة البحرينية مكانة رفيعة بفضل دعم ومساندة جلالتكم رعاكم الله، وبفضل المبادرات الاستراتيجية الوطنية الشاملة. ونقدر عاليا الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما توليه سموها من اهتمام مباشر ودعم متواصل لمجالات تقدم المرأة البحرينية، مؤكدين بأننا سنواصل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك وفتح آفاق أوسع نحو التقدم والنهوض بالمرأة البحرينية. كما نشيد في هذه المناسبة بالازدهار المشهود للقطاع الشبابي في مملكة البحرين وتنامي المسؤولية التي يحملها الشباب والدور الذي يقومون به في بناء الوطن، مثمنين العطاءات الخيرة للكوادر والخبرات الشبابية في مختلف مواقع العمل وصنع القرار، معربين عن الشكر والثناء المتميز والمشهود الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومتابعته الحثيثة لحصد المزيد من الإنجازات الشبابية في جميع المجالات. صاحب الجلالة، لقد أسهم نهج جلالتكم الإنساني والشامل ومبادرة جلالتكم الخلاقة في إبراز ودور مملكة البحرين في دعم وترسيخ مبادئ وقيم السلام والتعايش والتسامح والحث على الحوار والتوافق في حل الأزمات والنزاعات وبناء الشراكات الدولية الفاعلة، حيث أن ذلك هو السبيل الحكيم للوصول إلى استقرار الدول والشعوب وضمان وصولها للتنمية المستدامة المنشودة. وأننا في السلطة التشريعية ومن خلال التفعيل المتواصل للدبلوماسية البرلمانية نؤكد لجلالتكم الاستمرار في إبراز الدبلوماسية البحرينية المتزنة من خلال تقديم الرؤى والأفكار المساندة للجهود التي تعزز السلام والأمن الدوليين، إلى جانب إثراء النقاشات البرلمانية حول الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام وتركيز عالمي، ومنها قضية تغير المناخ وتداعياته وانعكاساته على تحقيق التوازن البيئي. كما نؤكد على ما ورد في خطابكم السامي
في مؤتمر القمة الخليجي على وحدة الصف الخليجي الذي يعتبر صمام الأمان وركيزة الاستقرار، وأهمية الالتزام بقرارات قادة مجلس التعاون وبيان العلا. ونجدد في هذا الإطار دعم السلطة التشريعية للمساعي الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. صاحب الجلالة، نعبر في هذه المناسبة عن الثناء والتقدير والاعتزاز الكبيرين بالجهود المخلصة والتضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل وحماة الوطن في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية، مقدرين عالياً تفانيهم وأخلاصهم في الدود عن حياض الوطن وصون مكتسباته، وندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني الذي قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة فداء للوطن. وفي الختام نجدد العهد والولاء لجلالتكم حفظكم الله، داعين الله أن تتواصل مسيرة التنمية والنهضة لمملكة البحرين في ظل قيادتكم الحكيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The ceremony concluded with the royal anthem and His Majesty the King and His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister bid the attendees farewell. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a congratulatory cable from His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa on the opening of the first session of the sixth legislative term of the National Assembly. His Royal Highness lauded the royal speech, which serves as a roadmap to bring about further growth and development. He also praised the numerous achievements made under the Comprehensive Development March led by His Majesty the King. His Royal Highness praised the cooperation between the executive and legislative branches, pledging to continue implementing the royal visions to promote growth and prosperity and enhance Bahrain's standing at all levels. His Majesty the King sent a reply cable of thanks to His Royal Highness, commending his keenness on translating the royal visions into a reality and further consolidating relations between the executive and legislative branches to bring about more achievements and boost citizens' welfare. His Majesty also expressed thanks and appreciation to His Royal Highness for the cable and for his constant readiness to apply visions and directives into governmental programs and projects that raise the standards of living of citizens, contribute to the improvement of the national economy, and promote comprehensive development. His Majesty commended on the role of His Royal Highness and his relentless efforts in efficiently and competently leading the government for the best interests of the kingdom and its people, wishing His Royal Highness abundant health.
His Royal Highness, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander of the Armed Forces and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, met with the Minister of Interior, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, and several senior officers and employees of the Ministry of Interior, the MOI. In Ghadibiya Palace, the meeting took place on the occasion of the Bahrain Police Day. His Royal Highness praised the dedication of the Ministry of Interior's employees to further the Kingdom's progress and the determination to uphold the Kingdom's security. His Royal Highness commended the efforts of Bahrain security forces to safeguard the Kingdom and protect the freedoms of citizens. He also stated that their service is a source of pride, which has helped the Kingdom attract regional and international events. He also recalled the sacrifices made by the servicemen and women to protect the Kingdom's sovereignty and ensure its security. For his part, General Sheikh Rashid bin Abdullah extended his and the Ministry's thanks for the honor of meeting His Royal Highness on this occasion, commending the attention, support and trust the Ministry of Interior receives from His Majesty the King and His Royal Highness. The Minister also expressed appreciation for His Royal Highness's development and modernization plans, noting that the Ministry is keeping pace with the latest developments and utilizing modern technology to ensure the effectiveness of the Kingdom's security services. His Highness Sheikh Mohammed bin Salman bin Hamad Al Khalifa and several senior officials also attended the meeting. His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa received the newly appointed Ambassador of Germany to Bahrain, Clemens Augustinus Hach, at Ghadibiya Palace. His Royal Highness highlighted the importance of strengthening bilateral relations between Bahrain and Germany through coordination and cooperation to achieve common goals. He welcomed the ambassador's appointment to the kingdom and wished him success in his diplomatic duties. During the meeting, issues of common interest in regional and global developments were discussed. For his part, the German ambassador to Bahrain expressed appreciation for His Royal Highness's commitment to strengthening Bahrain-German relations. His Highness Sheikh Mohammed bin Salman bin Hamad Al Khalifa and the Minister of Finance and National Economy, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, also attended the meeting. His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, congratulated the Speaker of the Council of Representatives, Ahmed bin Salman Al Musallam, and his two deputies on their election during the procedural session, which was held at the beginning of the first session of the sixth legislative term of the National Assembly. His Royal Highness wished them all success in assuming their national responsibility and serving the Kingdom and its citizens.
His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa issued Edict 65 of the year 2022, appointing the following directors at the Ministry of Interior based on the proposal of the Minister of Interior. The appointed directors are Lieutenant Colonel Mhanna Ibrahim Mhanna Naimi, Lieutenant Colonel Khalifa Saad Ali Al-Saadi, Lieutenant Colonel Abdullah Muhammad Mahmoud Al-Thawadi, Lieutenant Colonel Nawaf Yusuf Ahmed Matar, Lieutenant Colonel Anwar Muhammad Ahmed Jabr, Lieutenant Colonel Mundir Mukhtar Ibrahim Asbah, Lieutenant Colonel Fahad Khalifa Jasim Al-Ahmed, Major Ahmed Saad Ali Al-Saadi, Major Marwan Ahmed Jasim Muhammad, Major Salman Ahmed Abdullah Al-Khalifa. The Minister of Interior shall appoint the aforementioned directors in the vacant directorate of the ministry in accordance with the tasks and responsibilities of each directorate, taking into account the qualifications and expertise of each one of them. Her Royal Highness, wife of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, the SCW, Princess Sabiqa bint Ibrahim Al-Khalifa, praised the responsible national role of the legislative branch that contributed to Bahraini women achieving their well-deserved status and advanced position as active partners in the comprehensive development process. She said that the Parliament's role is well known for its meticulous organization, the relevance of its proposals, and the distinction of its outcomes, especially with regard to supporting the National Plan for the Advancement of Bahraini Women and the National Gender Balance Model. Her Royal Highness stated that the support has Parliament's role had clear effects on the laws and legislation, the rights of the family and Bahraini women, and supporting their role in national affairs. Her Royal Highness expressed thanks to the Shura Council Chairman Ali Salah for his speech regarding women's important role in Bahrain during the opening of the first session of the sixth legislative term of the Shura and Representatives Councils opened by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. Her Royal Highness commended cooperation with the Shura and Representatives Councils and expressed the SCW's readiness to welcome the aspirations of the Shura Council Chairman to sustain the success of Bahraini women, enhancing their role in public life and raise the level of their direct contributions to the economic development. Her Royal Highness expressed her sincere wishes to the Chairman and all members of the legislative branch of further achievements. His Majesty the King's personal representative and chairman of the Supreme Council for the Environment, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, praised the address of His Majesty the King during the opening of the first session of the sixth legislative term. His Highness Sheikh Abdullah said His Majesty the King expressed his insightful visions and sound strategy to achieve progress in the environment and climate through supporting international efforts in confronting climate changes. His Highness noted that the address also reflected the interest of His Majesty the King in the UN resolution and recommendations issued by climate conferences and in supporting and assisting in achieving goals to restore environmental balance and the sustainability of natural resources and the fair access to them. His Highness said that His Majesty's address is a source of pride and motivation to advance environmental and climate work in light of the comprehensive development march during the prosperous era of His Majesty the King and the support of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. His Highness Sheikh Abdullah renewed allegiance to His Majesty the King to achieve these set goals and to strengthen the kingdom's environmental and climatic efforts at the local, regional and international levels in accordance with His Majesty's directives. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, received the Minister of Municipalities Affairs and Agriculture, Engineer Wael Al Mbarak, in the presence of the Undersecretary for Municipalities Affairs, Engineer Sheikh Mohammed bin Ahmed Al Khalifa, and the Undersecretary for Animal Wealth and Resources, and Assistant Undersecretary for Agriculture and Fisheries, Dr. Khalid Ahmed Hassan. His Highness affirmed that Bahrain gives considerable attention to the environmental sector in Bahrain through its various initiatives and programs that contribute to the development march during the era of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, with the support of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, to achieve the Kingdom's visions and aspirations for the afforestation plan. His Highness stated that the afforestation plan is proceeded according to the goals and visions of the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister in various governance in the kingdom. His Highness listened to an explanation on increasing afforestation in various governance of the kingdom, and the minister presented the ministry's plan to continue afforestation in the coming period. For his part, the minister affirmed that the afforestation plan aims to double the current number of trees by 2035.
Bahrain's ambassador to the United States, Sheikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa, received the Ambassador of the Year Award, granted by the National U.S. Arab Chamber of Commerce. The award is in honor of his achievements and exceptional efforts in strengthening Arab-U.S. trade relations and in appreciation of his role in consolidating Bahrain-U.S. relations. The ambassador said that receiving the award is a reflection of the kingdom's keenness to strengthen relations with the U.S. in various fields. But as much as I am personally touched, let me be very clear in that this award is not for me. Although I am the one receiving it, who the award is being presented to is actually His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and all of those that make up Team Bahrain that are most deserving. I'd be remiss not to mention and thank my colleagues at the Embassy of the Kingdom of Bahrain here that handle the trade portfolio as well. Why are we here? Establishing the first U.S. dedicated free trade zone in the region. Extending U.S. intellectual property rights to all operating within Bahrain. Granting official partner status, assuring U.S. commodities passing through our sea-to-air global hub a two-hour or less transit time. Establishing a first cloud policy, reinforcing U.S. sovereignty over data. We are ultimately here because when a nation so evidently aligns its policies, government practices, and operational ideology with another, the dedication that those people have towards one another is undeniable. So as this relationship continues its momentum forward, I stand alongside you and excited anticipation of what Team Bahrain has in store for us in the near future. I've come to know Ambassador Abdullah as a close, trusted colleague and friend. He's put his heart into strengthening the Abraham Accords, one of the most positive and promising developments in the entire region. Despite the high profile, fast-paced, not always easy, somewhat stressful work we are called upon to do, I have always found that Abdullah stands out as a gentleman who's both understated and dapper, soft-spoken, well-read, thoughtful, and insightful. You're a great friend. You're a great friend to me, to all of my colleagues at the State Department, the White House, DOD, elsewhere. And you're a great friend to the United States of America, along with Sheikha Aisha. So we're fortunate. I count ourselves very fortunate indeed to have you here in Washington. I'm thrilled that your hard work and your dedication are being recognized in such an appropriate way. I wanted to come here today because the ambassador has become a great friend during my short term in Congress. I'm a freshman member, and the ambassador was one of the very first to reach out to me to seek a meeting, to want to work together, to want to look for ways and opportunities for our two nations to continue to strengthen their relationship. And so I'm very appreciative to the ambassador for all he has done to try to make sure that the United States and Bahrain continue to build upon the Abraham Accords. So he certainly takes an interest not just in here in Washington, as was mentioned, but he does take that opportunity to go out into the country to see what our districts are all about and looking for ways for us to build the relationship. We live in a world, obviously, that is very different from what it was 20 years ago. And the fact that we have friends and allies such as His Excellency, the Ambassador in the Kingdom of Bahrain, we have a chance, a better chance for peace and prosperity, something that previous generations did not experience. The Ambassador has been a consistent ally and a strong advocate for the bilateral security relationship with the United States. And I've been lucky enough to work with him since 2017. At that time, Lockheed was trying to close a deal to help the Bahraini Air Force with new F-16s. The ambassador arrived in 2017. You may not know, the Royal Bahrain Air Force was the first air force in the Arab Gulf region to fly the F-16 back in the 1990s. And today, Bahrain is the first country to purchase the latest and most advanced version of the F-16, the Block 70.
Not only does this aircraft help bring new technology and capability to Bahrain, but it was the launch event to restart the entire F-16 line in Greenville, South Carolina. So not only is the Bahrain decision helping Bahrain and other global friends and allies, but I can assure you that the workforce in Greenville, South Carolina, and our supply chain across the United States are aware and appreciate the leadership role of Bahrain and the ambassador here. Ambassador Sheikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa is a most deserving recipient of NUSAC's Ambassador of the Year honor. During his more than 5 years leading the Bahraini diplomatic mission, he has taken the relationship between Bahrain and the United States to historic new heights. From cultural exchanges and women's empowerment to economic growth and regional security, Ambassador Sheikh Abdullah has broadened and deepened the scope of the partnership and friendship between our two countries, thereby strengthening the cause of peace and prosperity in Bahrain and across the region. The U.S.-Bahrain friendship is a model relationship, and Ambassador Sheikh Abdullah drives it forward on a daily basis. Congratulations, my friend. Sheikh Abdullah has been a great representative of his country. He has performed his duties with elegance, with humility. As you heard today, he's a friend of everybody. He has been an important bridge between our two nations at the governmental level, at the business level, for the non-governmental organizations. And so we wanted to recognize the remarkable work that he's done over the years, not in any 1 year, but in a period of several years. We're here today because the National U.S. Arab Chamber of Commerce has awarded Ambassador, Bahraini Ambassador Sheikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa its Ambassador of the Year Award. It really in recognition of a lot of things, but particularly his efforts to promote U.S.-Arab trade and commerce, which have been incredible. I mean, we heard from one of the chief people from Lockheed Martin. We heard from the Secretary of State of Maryland. We heard from the Mayor of the District of Columbia. We heard from a lot of people, all of whom said Sheikh Abdullah has done so much to increase the connection commercially between the United States and Bahrain. And look, the biggest statistic is the U.S. is Bahrain's number one trading partner after the GCC. This day is his day. The Ambassador of the Year it's a big honor, and frankly, it reflects the work of not only 1 year, but a body of work from these last 5 years. Whether it's people-to-people ties, cloud computing, business-to-business, in communities across America, getting out of Washington to make sure that businesses from all 50 states are engaged with Bahrain.